اهلا وسهلا المتابعين ومشاهدي جريدة شعبير مباشرة من نواحي البيضاء، وبالضبط من لساسفة، في قضية اغرب من الخيال، قضية اغرب اختفاء في المغرب اللي صار الزمن ديال الاختفاء 23 سنة، من اظن من 1998 ديال توريا. توريا اليوم معنا الأم ديالها والابن ديالها اللي غادي نعرفوا معاهم بزاف ديال الأمور. اللي البنت ديال شوري اسمها شا قالت واحد الكلمة، قالت لك حنا ملي شفنا القضية ديال التهامي، ديال ملف التهامي بناني، شفنا الأم بهذيك القوة وهذيك الشجاعة، شحناش قوينا وبغينا نحيو هذه القضية هذه وبغينا تولي رأي عام. اختفاء ديال 20 سنة، اختفاء اللي هو صعيب. اليوم الناس هادو، العائلة، ما عارفينش سوريا واش باقا في الحياة، واش عايشة، واش قضية فيها بزاف ديال الأمور، قضية فيها على ما أظن فيها الصحابات، فيها ليبيا، فيها الهجرة، فيها البحر، فيها عدة أمور اللي غادي يوضحوها لينا. بقاو معنا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. أختي عاودي لينا، شحال كان الفراج ديالك؟ شحال كان السن ديالك في هذيك الوقت؟ عاودي لينا شوية قبل ما ندخلوا في الاختفاء، عاودي لينا كيفاش كانت، واش بقى عاقل على شي حاجة في الوقت ديال الأم ديالك؟ السلام عليكم، كنشكركم حقاش لبيتوا لينا الدعوة وجيتوا باش توصلوا القضية ديالنا، وإن شاء الله الصوت ديالنا يوصل بحال مدام حياة اللي كنحييها من هنا، واللي هي كانت سبب باش أننا نعاودوا نتشجعوا ونقولوا القضية ديالنا. وكنتمنى والله حتى هي يبين لها الحق بالنسبة لولدها تهامي. فيما يخص القصة كيفاش بدات، أو لا قبل ما يبدا الاختفاء، أنا كانت عندي 8 سنين ديك الوقت اللي ماما غبرات. كنت عايشة مع جداتي ملي كانت عندي عام، بحكم الطلاق ديال ماما وبابا ملي كانت عندي عام، وهي مشات سافرات لليبيا، كانت خدامة تما. هي كانت كتردد للمغرب مرة مرة، ولكن آخر مرة كانت غتجي هي الأخر ديال 98، الأول ديال 99، كتجي في سيارة لينا حنا، وكتسالي بمأساة اللي هي لحد الآن. اياف نهار جات الاخر ديال شعبان، نهار الاول ديال رمضان، كنا استقبلناها في المطار في ليله رمضان. داك الاستقبال عقل شويه كيفاش كان، الظروف واش كان شي فرحانه، كان شي حاسه بشي حاجه، كيفاش؟ ما كانش بحال اي مره، لقاش ما جابتش معاها الباجاج بزاف، جات خفيفه، جابت معاها غير دو فاليز. وجات دغيا مالفه، كتجلس كتبقى معانا مده طويله. داك النهار غير وصلنا الغد ليه، كتقول لك يلا نمشيو نقضيو واحد الشغل اللي هو غيبدا لينا هاد المشكل هذا. كتقول لك يلا هو معايا القنيطره غنجيبو شي فلوس، كنتسالو من شي ناس بحكم انها كانت كتصيفط لامي، مع شي ناس، مع هاد الناس، مع هاد الصحابات هادو اللي تسبو في اختفاء ديالها. كنمشيو عندهم باش ناخدو الفلوس. النهار الاول في رمضان كنعقل، كيقول لك ما عندناش، ولكن مشينا عطاوها شي افكار باش انهم يسافروا يمشوا لاسبان، هجره غير شرعيه، حقاش واحد في صحاباتها كان عنده باطول مع الزودياك ولا، وكيقول لهم انا راه عارف الطريق ويلا نمشيو غير حنايا ونعتبروها غير مغامره. جات في نفس النهار هي فاش باتت معانا هذيك الليله وحده، كتقنع فمي وكتقول لها خصك تعطيني واحد المبلغ مالي ديال 30,000 درهم، وانا غادا معانا صديقه وصحباتي وكنعرفهم مزيان، وحتى السيد راه غادا معانا حتى مرتو وحامله ما تخافيش. فعلا اتصلت بهم وقالوا ليها شوفي الواد اللي غيديه السيده راه غيدينا معاه ما تخافيش عليه. وقالوا لها شويه بعدا هي قالت صافي مادام صحباتها وتيقه فيهم وداكشي، وحتى السيد غادي بمراتو اللي هي حامله، صافي بحال عطاتهم الثقه. فعلا امي جبدت ليها 30,000 درهم، عطاتها ليها نهار الثاني في رمضان غتمشي توصلها ليهم. كتبات معاهم، كتفطر معاهم،
والغد اللي تجي عندنا بجولنا بسلامة، راه قالوا لي حطي الوراق ديالك، جي لابسة السيرفيت وسبرديلة. كنعقل انا مزيان على داك النهار لابسة السيرفيت في الماغون وسبرديلة، وما هزتش معايا حتى شي حاجة، قال غير طويلة. فلوس. قال غير فلوس ترين. صافي صافي، هذاك هو النهار الثالث، هو النهار الاخير اللي غنشوفه فيها. وغتعيط في الليل لامي، غتقول لها راه فطرنا وداروا لي داكشي اللي تشهيت، بحال سولوها شنو كتشي، وربما واش عارفين غيديروا في عيلتهم، كيقولوا اجي نحقوا لها اخر ما كتمنى. هي طلبت مني هذاك الشيء، قلت لها نديروا حتى الاختصاص. هما لباو لي هذاك الشيء اللي بغات. وصافي قالت لامي راه حنا راه فطرنا وراه غادي نمشيو دابا. هذيك فين الاختصار كانت باقا هي داخل الوطن. باقا هنا؟ قالت لها حنا يلا فطرنا عند خديجة، ياك عند خديجة خديجة وراه غنمشيو. عند خديجة بنت صحاباتها. كيفاش كانت العلاقة ديال صحاباتها هي مع صحاباتها؟ ما صحاباتها كانوا دايرين بحال خواتاتها، كانوا كيجيو عندنا لي ما غاديش تقدروا تشكوا كيجيو يباتوا عندنا لي زانيفيرسير ديالي، كيكونوا حاضرين فيهم ومسجلين كاملين، تصورهم عندي في فيديو، من خو عزيزه جنعان كل شيء، كانوا كيجيو عندنا وديك الثقة التامة. و يعني صحابات بحال خواتك كثر، كانوا كيبانوا زعما قلب على القلب. ما جاتش شي اتصال عيطتوا ليهم تواصلتوا معاهم مشيتوا عندهم من بعد هذيك الليله ديال لا حقاش، قالوا صافي راه غيكونوا مشاو، يعني ما غيكون غيكون باقي ما داروش التليفون، باقي باقي يلاه كي زعما غيكون يلاه وصلوا يلاه يلاه. كدوز 15 يوم في رمضان، كيجي مكالمه لامي في الصباح، انا باقا عقل عليها مزيان، كيقولوا ليها راه بنتك راه طاحت في البحر، وحنا راه سلكنا، حنا دابا في الاسبان، هما سلكوه هي طاحت بوحدها، طاحتي واحد الولد. كتقول لهم امي وريوني دار هاد الولد، ماشي نأذي ماما. كيقولها ما كنعرفوش، واخا ماشي مشكل. صافي امي مشات الغد ليه، كتمشي كتلقى الناس اللي كيقولوا لها سلكنا، راهم كاينين في قنيطره كاملين، الا وحده مخبين هادي، ما هذيك ما تيبينوا لا دارها لا سميتها لا والو لا والو والو. وكانوا كحكا كيبدلوا السميات، تسميات تسميات كانوا كيبدلوهم، بحال كيقولوا الالقاب اللي بيناتهم، فهمتي؟ بحال وحده سميتها مالكه كيقولوا لها خديجه، وهكذا دوال. اذا بحيت ماما يقدر مثلا بين الصحاب كيكونوا القاب بيناتهم، ولكن انت كواحد غريب غادي تخربق، ماشي بحال ماما تقدر تكون فاهمه شنو شنو الاسماء الحقيقيه من ياسمين كوريا سما وامال، حيت قالك ما كتنطقش مزيان، واش لعبه هذيك الله يعلم، واش داخله في القضيه ديال هذا الشيء الله يعلم. تواصلتوا مع العائلات ومشي شويه شي يقولوا كتمشي كيقولوا ليها شوفي راه ماتت، ملي ما تبقاي تقلبي عليها صافي راه ماتت، طاحت في البحر. وكتبقى واقفه تما كتسنى كتقيل في قنيطره، كتمشي يوميا مده 3 شهور يوميا، كتبقى واقفه حدا الباب، ما كاينش اللي كيديها فيها. صافي واحد النهار واحد في صحاباتها جا خوهم، جا خوها قال ليها ديروا شي حل، المراه تبقات فيه بزاف، قال لها ديروا شي حل مع السيده ولا غندي الناس كامل نديكم كاملين للحبس. يعني كيف خباروا شي حار كاين شي لغز القضيه فيها شي لغز، فيها شي لغز كاين شي لغز كاين شي لغز ضروري، اش ما غايقولش لي بواد الهضره بالعربه العربيه، ولا كاين شي حاجه ماشي شلي. صافي هي مني حتى واحد ما عطاها راس الخيط، مشات ديكلارات عند البوليس واستدعوهم، نيت منهم هاد السيد ديال موزو ديالك منو مرتو اللي كانت حامله هذيك الساعه، وما كيدوزو 48 ساعه و تيخرجوا، واخا تيبانوا لها هي راه صافي دازو قدامهم وداكشي كيعطيو بحال هي سمعاتهم. قالت لي قالت لي راه عندي غير 2000 درهم باغي نشري ناموسيه، زعما هي اللي عندي بحال كتفاوض. صافي امي هادشي اللي سمعت، ما شافتش واش عطات ولا ما عطاتش، المهم كتلقاهم خرجوا ما كاينينش. صافي كيطيح على الظلام عاوتاني كتشد الكار وترجع لكازا، حيت غيب وحده، كانت كتمشي مع واحد خالتي، خالتي عايشة، ومرة مرة كيمشي معاها با. صافي يعني عيات بوحدها، وكان ديك الساعة رمضان ومن بعد رمضان، وكان البرد كان كنعقل في شهر واحد جوج ثلاثة، يعني شوية قاصحة على القضية. صافي وداز واحد المرة في المحكمة، خدات امي محامي وكل شيء، كان ما قضى والو، وكانوا عاوتاني وراوها تصاور ديال التصويره ديال واحد الجثه اللي مشوها ما عرفتهاش امي. صافي ما بحال ما بقاتش عندها السلاح باش تكمل، ما القوه والصدمه وبوحدها بزاف الحوايج تجمعوا ليها هي، فاش صافي
عيات ورجعت بحالها كتقول لك صافي، وهما كيقولوا حقه وكنتي درتيها مهم في مختفون عقلتي. وجاها ان ابيل من عندهم، وقت دختها دختها استاذه قالت لك علاش باقا تغوتي عليها، راه ماتت بنتك سيري، راه ما بقاش تبري عليها، راه ماتت. ختها 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 دي خت خديجه، كتعرفي الاصل واخا كان غير الفيكس ولكن كتعرف الاصل. خالتي اخر اتصال كان عندك مع بنتك هو هذا؟ شنو قالت لك؟ اتصال قلت لك هو اللي قلت لي احنا خرجنا من احنا خارجين عند خديجه، ورحنا فطرنا وغادين خارجين. قلت لها انا طريق السلامه بنتي، ما يديك على خير. شي قلت هذيك الوقت راه مشيت راه غادا، اي زعما نتسنى الغد نتسنى انا بديك واش وصلوا مزيان ولا هادشي اللي في بال. اتا نهار 15 يوم قال لك لا راه طاحت في البحر وماتت هي والدري. شعلت فيا العار، راه مشينا لطنجة، مشيت الفريقو راه يسمع باش نجيبوها نصيبوها في طنجة طايحة ونجيبوها. لحقت مع ستة الصباح على الفريقو، ست هذاك الفريقو قالت يزنزنا. قلت لي بنتي عطيتو الصورة، قال لي ما عندناش الميمة، عندنا على الولاد. قلت لي لا كانوا البنات خليني ندخل للصنادق نشوف. قال لي لا ما نكذبش عليك، كان المهمة البنت كانت بنت طنجة، هزوها مالي دفنوها. يعني هاد القضية هادي فيها شي لغز خرا. درت تاني الخوزيرات، مشا ولدي جاب لي من ديال الصبانية، درت الخوزيرات عطيتهم واش تلبس واش كيفاش واش هادي واش شحال تلبس في رجلها وشحال. قال لك والو، قال لي كاين على واحد السيده تاهي واقف على راجلها غادي يديها. يعني البحر مالهاش الجوج هذيها والو ما كاينش اصلا البحر. مشيت لطنجه، انا غادا لطنجه بعينيا محلولين، قلت نجيب بنتي وندفنها. هادشي انا اللي هادشي اللي دار لك في اللي دار ليا في مخي. صافي نمشي لطنجه، ركبنا مع 12 لحقنا مع 6 الصباح. ما سبقت انا حتى حاجه، سبقت الفريقو. قال لي لا المهم عندنا الولاد. كاين على الولاد؟ اي ما كاينش البنات، كانت بنت طايحه عندنا هزوها مالها فنوة من طنجه تاع راجلها. ايوا ماشي واش الصحابات واش كاش واحد العلاقه زوينه بيناتهم؟ وكانت زعما راهم جاو عندنا وكانوا يجيو، ودرنا عليهم العراس، ودرنا دارت عيد الميلاد البنت وحضرتهم، وما كاينش داك. مشيتي عندهم؟ مشيت عندهم. واش قالوا؟ هو هادشي اللي يقولوا. كيقول ما شناهاش طاحت هي والدري في البحر وصافي، هادشي اللي تقول مالك. ايوا كي غدير يلا وطاحت في البحر، البحر راه غيلوحه. واه انت مشينا قلنا لطنجه نصيبوها مليوحه ونجيبوها. مشيتي عند العائلات الاخرين ديال صحابات الاخرين ولا عاد وحده؟ لا نعرف عاد دار مالكه ودار عزيزه، وهذا خو عزيزه اللي جا قال هاد الهضره اللي قالها ليه. قال لي شوفوا واش ديروا مع المراه، راه عيات مسكينه، شوفوا واش ديروا مع المراه ولا نصيفط كلشي لبازار الحبس. بحالك يا داك الدري رشيد واوليدي، هادشي اللي كاين. عينا وعيات بينا وجرينا تعينا، ما بلبسو قلبنا ما خلينا فين مشينا. واحد نوبه غاديين مهقدين المرسى تاع العريش. العريش ايه هو يرجعنا مول اللي يدير كاو كاو. قال لي فين غادا؟ فين غادا؟ راه كاينه القتات اللي قتل راه الراجل يسمع. ورجعنا وغادين تاني قلنا هو هذا من جمعة لالا ميمونة، هذا راجلها. واحد نوبة انا غادا ما تليتش انا عاقلة على راسي، واش الليل واش مشينا لمولاي بوسلهام؟ لاش غنمشي لمولاي بوسلهام؟ غنشوف في البحر كواك وصافي. قلت لها تولي تلاحتم ولا شحال. ملي حنا غادي راكبين في الطاكسي، خوه الشبه ديالو خو هذاك اللي دا هكا يخنزر فينا في الطاكسي. الشبه ديالو خوه غادي حنا لجمعة لالا ميمونة، قال لك راه ساكن بجمعة لالا ميمونة. ولينا رجعنا وصلنا الحال قاصح علينا،
وداك الشيء على الفيافي ورجعنا. وليتي باغي غير تشوفي غير بنتك إيه ما تليتش وليتي اللي قالوا لك شنو ديريها؟ ثلاث شهور ما داك تزرع كرشي لصقت لي على ظهري، مشات معايا اختي، مشات معايا الراجل، ما خلاك ما خلينا كدرنا والو. وهاد الناس لا كانوا عارفين هاد السيده، يقولوا غير حقيقه ايه، يقولوا لي على الحقيقه راني ما نتابعهمش، راه 23 عام العافيه راه شاعله في راني ما نعسش البارح، راني ما نعسش. اش تحسي شي تقولي باقي كاين شي حاجه؟ ما لا يا ماما الفاش تقطع عليا شدتها على شي حاجه شاده الصح، نقول شاد بنتي الصح، تورقي ما تغيبش عليا وعلى دارنا ما والو، كل ساعه بحال معايا وين الشده الصح. واليوم هاد الناس صحاباتها لا يكونوا عارفين على شي حاجه عا يقولوا لي اللي كاين، راني ما نتابعهمش. الله يرحم ليهم الوالدين، الله يطيح في قلوبهم الرحمه. شو 20 عام غير يحنوا؟ ايه يحنوا فينا، راني القلب طاب، راني زحفت من رجليا، ما تليت نقد نزيد، ما تليت نقد نسافر، ما تليت نقد والو. راه عاد الدريه بنتي اللي بغيت تمشي للبلاصه هي اللي تهزني. الله يخليها لك. الله يخلي لك صحيحتك اوليدي. عطيها ابوي شي تسوى. الله ربي يحميك. شويش وجهي للناس هادو الا كانوا عارفين الحقيقه ولا عارفين الام ديالك فين كاين، علاش انا ما نقدرش نقولوا ميتها ولا ما كاينش شي خبر مختفيه؟ بالفعل مادام حيت لا بلاتش يعني خص جوج كبار، خص مادام ما كاينه جوتا كيف قلتي ما كاينش قبر، حنا املنا في الله كبير انها مازال تكون حيه. ما كرهناش هاد الناس اللي كانوا عارفين شي، الا كانوا عارفين شي حاجه غير يقولوا لينا شنو كاين. ما كيف قلت لك العداله الالهيه كنامن بها ونقولها ونبقى نقولها الى الابد. حنا واخا غادي مع شنو العقوبات اللي غنعطيوهم ما نكونوش حسن من سيدي ربي، ربي اللي غياخذ الحق. حنا بغينا نعرفوا غير اشنو كاين، شنو هما الظروف اللي مشات فيهم، واش متفقين مع شي حد، علاش غادي يقتلوها، علاش غيديروا هذا الفيلم كامل ديال الحريق وديال الخروج وما بقاو هنا، علاش هذا الشيء كامل؟ بغيناهم غير يقولوا لنا غير اشنو كاين، غير اشنو كاين، غير يطفيو هذا الامل هذا اللي شادين حنا فيه بيدينا وبسناننا. وما كنتمناو تكون حيه، ولكن في نفس الوقت حتى لا كانت ميته الله يرحمها. المهم غير يقولوا لنا كيفاش، علاش يطفيو غير الالم ديال امي وديالي، هادشي اللي كنتمنى منه. ويلا قال شي ليا على بوش القضيه شو اللي راي عام، شفت القضيه ديال تهامي ولا شكون؟ اثر في هذاك الملف ديال تهامي بزاف بزاف. القوه ديال خالتي حياه كبيره، واستمديت منها انا الطاقه باش نتشجع ونحط القصه ديال ماما، وكنتمنى حتى انا يتحيى الملف ديال ماما كيف ما تحيه ديال التهامي البناني، الله يبين الحق. وبغيت المغاربه حيت انا كنثق في المغاربه بزاف، حيت شفت المغاربه كيفاش كيوقفوا مع الناس حتى كيوصل الصوت ديالهم، ما كرهتش حتى انا يوقفوا معايا وتولي حتى هي قصه ديال راي عام، كلشي يوقف معانا، وحتى حنا يبان الحق سوا ميته سوا حيه. اش تقولي لصحاباتها اللي شافوه؟ الله يرحمها. صحاباتها كنتمنى من الله الا كنتو كتشوفوني شوفوا فيا هذيك البنيته ديال 8 سنين اللي خليتوها يتيمة وقلبها محروق وكتربى بعيد على ماماها، وغير بردوا ليها قلبها، غير قولوا ليها غير اش كاين، ما باغا منكم والو، ما باغا منكم والو، لا تعويض لا متابعة لا حبس لا والو. انا بغيتكم غير تشوفوا في هذيك البنيته وتطفيوا ليها قلبها اللي محروق، وقولوا لها علاش حرمناك من ماماك. صافي هادشي اللي كنتمنى، وربي غياخذ فيهم الحق. شتمناو اختي باش المغاربة راه ماشي بخلوش، ومشتخلاوش علينا، مشتخلاوش على خوتهم. بالفعل شتمنى الصوت ديالك يوصل. شكرا بزاف. يوصل اختي يا رب. شتمنى الصوت ديال هاد الاخت هادي في مشابة الاخت ديالي، في هادي الاخت ديال المغاربة كاملين اللي بغات الصوت يوصل ديالها. الرسالة راه واضحة، باش على الاقل اللي ما قدرش يساعدهم غير يدعي معاهم، غير يقول كلمه حسنه، يبارطاجي، يدير اي حاجه، المهم يحاول يوصل الصوت ديالهم. لان قالت لك تحرمش من كلمه مامو يعني من سنين. اليوم هذا الاختفاء 23 سنه، الام مسكينه مرضاتش
عاشت تبكي، ما جات نعس، ما ديما 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 مفتشات تفكر شوريا. شوريا كانت عزيزه، كانت بزاف ديال الحوايج، كانت ظريفه، مع العلم انهم ما قالوا حتى شي كلمه من ناحيه الصحابات ديالها، زعما نعشوا بشي حاجه، قال لك حنا شنشيقوا فيهم، زعما علاقه مزيانه بعد شوريا مع صحاباتها. خشي كلمه اخيره. غنقدر نضيف واحد الحاجه قبل ما نوجه الشكر كبير للمغاربه كاملين، هو حتى الجيران الا تعرفوا على هاد الاسماء ونحدد في القنيطره حدا ليسي ابن خلدون، ما عرفتش واش ليسي ولا اعداديه، هادشي اللي بقى عقل انا ملي كتعدي 8 سنين. حتى الجيران الا عقلوا ولا عرفوا هاد الاسماء وعارفين شي حاجه، راه تكون سريه تامه، غير شي واحد يزودنا بشي معلومه. وعاود كنوجه للبنات اللي صغارات دابا، الثقه ما يعطيوهاش بزاف، يعرفوا مع من هما. لحقاش هانتوما شفتوا الصحابات فين وصلوا، ماما اللي كانت بعقلها كانت عندها 31 عام ومجوجه ووالده. عساك هاد البنيات الصغار كنقول لهم ردوا البال، ردوا البال، هادي من قلب المشكل، يعني ماشي احنا غير كنعطيكم مواعيد ولا شوفوا اشنو طرا، راه تشتوا عائلات بسبب الصحابات. حنا ما كنعتو حتى شي واحد شي حاجه خايبه، ولكن الثقه الزائده خايبه. عرفوا ولادكم مع من كيمشيو، عرفوهم واخا قالك انا مسافر وثقه، لا نمشي معاه، نبقى مواكبه، ما نخليش غير الثقه هكاك. وكنتمنى من المغاربه كاملين يدعمونا ويوقفوا معانا، وان شاء الله نوصلوا صوتنا للعالم. ونتمنوا الله تكون في الحياه، ولا ما كانتش في الحياه كنطلبوا ليها الرحمه الحمد لله. شكرا. العفو. متابعي ومشاهدي جريدة عبر من هنا نستودعكم الله، تنتمنى الرسالة ديال العائلة، الصوت ديال العائلة يوصل هاد الأم المكلومة مسكينة، وهاد الابنة اللي هي بحال خشي، بحال خشاك، بحال خش أي واحد، قالت لك بغات غير تبرد. 8 سنين بحال عاشتي شيما، تنتمنى باش مش مخلوش على هاد هذا الصوت ديال هاد المغاربة هذا باش يوصل. متابعي ومشاهدي جريدة عبير، من هنا نستودعكم الله في مباشر آخر إن شاء الله.